زينب اسم كبير لطفلة صغيرة، شاء الله من الولادة أن تكون هكذا. ننوض الصباح نغسل وجهي ومن بعد نروح نفطر، ومن بعد كي نكمل الفطور نروح نلبس لي ماما، ومن بعد نلبس كارطابي ونروح نقرا. شوف طارق مليح كيقول لي بابا شوف طارق، ومن بعد نقطع ونروح للمدرسة نقعد في تحية العالم يرفعوا العالم، ومن بعد ندخلوا للقسم نتبعوا مع المعلمة. ذكاء خارق والعقدة لديها، هي كما أراد الله أن تكون نجيبة وكل الحب يغمرها. هذه الموهبة تاع الكتابة طاها لد ربي سبحانه. بالنسبة لتلميذة زينب، منذ أن التحقت بالمدرسة العام الماضي وكانت في القسم التحضيري، لاحظت عليها علامات السعادة والفرح دون الاعتماد على الغير، وإنما تعتمد على نفسها. التلميذة زينب بخميلة تلميذة مثابرة مجتهدة. بالنسبة لي بكل صراحة لا أصنفها مع ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعطيها أصابع اليدين لكن أعطاها عقل ما شاء الله. في البيت مدللة أبويها، هي أكبر بكثير من أن نسميها من ذوات الاحتياجات الخاصة. زدت هكذا طفلة نورمال، ما عدوناش كي زادت نورمال عادي عندي، ما تشوكيتش وراهي يعني نشيطة ما شاء الله ذكية. زينب حلم غض ولغة أخرى، رسم يملأ كيان طفلة حين تصير الألوان أحلى اللغات. كي نكبر حابة نكون رسامة. زينب رغم الفقر والحاجة تتطلع لأن تكون عيون أبويها، عيونا بإذنه ستملأ الدمع والفرح، وتكون زينب تلك الطفلة التي صارت امرأة بملء الحياة.